اهلا وسهلا. اليوم غادي نتكلم ولا غادي نناقش المحاكمه الكبرى لمراكش لسنه 1971. كيف ما كتعرفوا جميع، المحاكمه ديال مراكش 1971 هي محاكمه سياسيه بامتياز. باش نعرفوا، ما كانتش هي المحاكمه الاولى في تاريخ المغرب المعاصر، سبقتها بزاف ديال المحاكمات. من بين هذه المحاكمات على سبيل المثال محاكمة 1964، محاكمة 1971، محاكمة 1973، ومحاكمة 1981، ثم محاكمة 1984. علاش سميت بالمحاكمة الكبرى؟ شكون الأبطال ديالها؟ وأشنو هو السياق الإقليمي والمحلي والجهوي والدولي اللي ساهم باش تكون هاد المحاكمة؟ باش نوضع المشاهدين الكرام في السياق التاريخي ديال هاد المحاكمة، تأتي بعد توتر العلاقة يعني من سنة 1959 بين الحسن الثاني والقصر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبدأت الوقت كتزير والحباسات كيعمروا الى ان تم اغتيال المهدي بن بركة عام 1965 واعلان الملك الحسن الثاني حالة الاستثناء. وهنا القضية بدات كتحماض بالمزيان، بمعنى ولا المخزن مسعور، اي انسان كيشم فيه الريحة انه اشتراكي ولا قريب من الاشتراكية او ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سلام عليه. بطبيعة الحال في الظروف هذه بدات المحاكمات المسعورة، وبدات المعتقلات السرية كتنضاف كتزاد وتضيق بالمناضلين. بطبيعة الحال سياق إقليمي خلفاته حرب الرمال سنة 1963 بين المغرب والجزائر، وظهور مجموعة من الأنظمة ذات التوجه الشراكة في المنطقة العربية، أبرزها مصر ثم الجزائر وليبيا فيما بعد. على المستوى الدولي، بدينا كنعيشوا المرحلة الثانية من الحرب الباردة بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكل قطب من هذه الأقطاب يدعم الدولة التي يراها مناسبة له. نرجع للمحاكمة، أغلب التهم الموجهة لمناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مناطق كثيرة من المغرب هي على التالي: أولا قلب نظام الحكم، ثانيا المس بالأمن الداخلي للدولة، ثالثا محاولات القتل العمد، رابعا السرقة، وزيد 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 وكملوا من ريوسكم. تبع في هذه المحاكمة الشهيرة 193 متهم، نعاودها بشوية، 193 متهم. دامت المحاكمة حوالي 3 ديال الأشهر متواصلة من 14 يونيو 1971 إلى 17 أكتوبر 1971، ودازت في 64 جلسة ودامت 190 ساعة. تقرات فيها 8 ديال الأحكام مختلفة، وصلت فيها الأحكام إلى 11 حكم بالإعدام و 400 سنة سجنا نافذا، الله يحضر السلامة وصافي. موجهة إلى عدد من المتهمين، بالإضافة إلى 2 ديال الأحكام بالبراءة، 2 ديال الناس اللي حكموا عليهم بالبراءة، في إطار كان قمع شديد وانتقام جهنمي للمناضلين اللي كان المطلب ديالهم بسيط وسهل المطالبة بالإصلاح. من جهة أخرى وصل عدد المحامين المؤازرين للمتهمين 52 محاميا، 14 من هيئة الرباط من بينهم الراحل عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة، و 22 محامي من هيئة الدار البيضاء، كان الأداء ديالهم معتبر
ومزيان ومهني وبحس نضالي كبير وروح وطنية عالية، وما تخلوش على المتهمين والمناضلين ديالهم. علاش دابا كنعاودوا في التاريخ؟ لسبب بسيط، حتى لا تتكرر هذه المآسي، وحتى تعرف هذه الأجيال ما الذي وقع في تاريخ القرن العشرين ولا في التاريخ المعاصر للمغرب. نتمنى صادقين، وأتمنى صادقا ما تكررش هذه المناظر هذه، لأنها مناظر يعني القلب ديالك كيتشد حينما تعيد هذا التاريخ اللي فيه درجة كبيرة من 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 من, من القمع ومن يعني من العنف ومن العنف المضاد، وفيه بزاف ديال 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 المقالب، وفيه بزاف ديال الحوايج اللي كنعاودوها بمرارة، ولكن الغاية منها غاية، أننا لا نريد العودة إلى مثل هذه المحاكمات في مغرب يتسم بثقافة الاختلاف. وأركز على هذه الكلمة، أننا بغينا مغرب الاختلاف في إطار احترام القانون واحترام الدستور. هذه النقطة الثانية، غادي نهضر على المحاكمة من وجهة نظر المحامين، وكذلك من وجهة نظر المتهمين المتابعين في محاكمة مراكش 1971. حسب النقيب والمحامي عبد الرحمن بن عمرو اللي كان ضمن هيئة الدفاع، اعتبر بأن محاكمة مراكش الكبرى تميزات بكثرة المتهمين وتعدد التهم الموجهة لهم. كل المتهمين كانوا ينتمون إلى الاتحاد الوطني اللي كان هو محور الصراع والمعارض الأول للحكم ماشي الحكومة، وكانت في نظره محاكمة سياسية بامتياز، يعني الغرض منها تصفية الحزب، وأن الأمر خطير وهو أن هناك بزاف ديال المناضلين انتهى بهم الأمر إلى الاختفاء إلى الأبد أو إلى الاعتقال أو إلى الإصابة بعاهة أو خلل عقلي نتيجة شدة التعذيب. الرفيق ديالو محمد بن سعيد اللي هو حتى هو كان محامي وكان في الدفاع، قال بأن المحاكمة كانت معركة كبرى ضد نظام قائم على الجبروت وعلى الغطرسة، وأنها محاكمة فريدة في تاريخ المغرب للظرفية اللي كانت كدوز فيها البلاد، بالإضافة إلى مختلف الأعمار من نخبة الوطنيين المغاربة. غادي نمشي لجوج ديال النماذج ديال المتهمين من هذه المحاكمة. الأول هو الراحل محمد الحبيب الفرقاني اللي تعرض لتعذيب وحشي طيلة ديال 3 الأشهر ديال المحاكمة. حسب رفيق المتهم توفيق الإدريسي اللي حكى أن محمد الحبيب الفرقاني تعرض لتعذيب شديد لا يمكن أن يوصف أو يتصور، وذلك حتى لا يذكر اسم أحد من الذين حضروا في اجتماع للقيادة لحزب الاتحاد الوطني، وأن بزاف ديال 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 المناضلين والمئات من الاتحاديين اعتقلوا قبل تلك المحاكمة، ولم يقدم منهم سوى 193 متهما. النموذج الثاني لهذه المحاكمة من رواد الحركة الاتحادية وزعمائها هو محمد اليازغي اللي تعرض لمحاكمة مراكش 1971 كمتهم. وكيحكي اليازغي أنه تم اختطاف ديالو في 11 نوفمبر من سنة 1970 في الليل وهو باغي يركب السيارة ديالته في اتجاه البرلمان. ويضيف كان هناك شرطي بزي رسمي من عبش يركب السيارة ديالته قبل أن يتم إلقاء القبض عليه داخل سيارة شرطة بها 4 من رجال الأمن قاموا بتوثيقه
وداوه لقاعدة الطيران العسكري في سلا، حيث بقى تماك لمدة شهر دون أن يتصل به أحد، وهو بمثابة تعذيب معنوي فظيع جدا. وليزغي يضيف، يعني محمد يزغي يضيف، أن حتى محامي في مراكش ما قدر يترافع عليه خوفا من بطش الدولة، مع الاعتماد بشكل مطلق على محاضر الشرطة بتناقضاتها والمنتزعة في غالب أحيان تحت التعديل. وقال يزغي أن القاضي اللي حكم عليه في هذه المحاكمة كان خائن، وكان بايع السلطان بن عرفة، بل كان من أقرب المقربين إليه، واشتغل كاتبا خاصا لديه. انتقل إلى وجهة نظر تاريخية هي المحامي عبد الرحيم بركة، الذي كان ينتمي لمكتب الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي، ونابع عن بعض المتهمين في الملف، وصبغ كتابه التاريخي محاكمة مراكش الكبرى لسنة 1971 بأنه عمل يؤرخ لفترة سياسية هامة من تاريخ المغرب، ولحظات فارقة في تاريخ الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مضيفا أن المحاكمة دازت في أجواء مشحونة كان كيعيشها المغرب من حملات القمع والاعتقال والاختطاف، ومنع الحزب حتى من وسائل التواصل ديالو، حيث منع من إصدار جرائد التحرير والمحرر، ومنع كذلك من عقد الاجتماعات ديالو. في الأخير أتمنى ألا تتكرر هذه المحاكمات اللي كترجع البلاد وكترجع المغرب إلى الخلف وإلى عهود الاستبداد والغطرسة، ولا تنتصر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. نأتي على نهاية حلقتنا، وإلى لقاء متجدد بحول الله. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة الثقافية والمعرفية بالاشتراك معنا. كان معكم عبد الله الساورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.